يا هنرجع روضة نتعرف. ازيك؟ الو، مساء الخير. ازيك يا روضة، عاملة ايه؟ منورانا. الحمد لله، مرسي جدا ليك. طيب روضة، سوري روضة، في البداية كده حابة اعرف منك الاول، يعني اسم ركودة ده اول مرة ان انا اسمعه، فحابة الاول اسأل عن معناه وجالك منين. هي يعني قبل ما الاسكندر الاكبر يجي اسكندرية ما كانش لسه في حاجة اسمها اسكندرية، لكن كانت في قرية كان كل اللي بيعيش فيها الصيادين، فهي اسمها قرية الصيادين. المصري القديم كانت اسمها راكدت، وبعدين في باللغة اليونانية بقى اسمها راكوتا أو راكوتي، وبعد كده بالعربي اتحورت وبقت راكودة، اللي اوكي هي المنطقة ما بين كرموز وبحري دلوقتي. اللي بعد كده قصادها بنى الاسكندر جسر ما بين جزيرة فاروس والقرية دي، وبعدين المنطقة كمان الشرقية فأسس مدينة الإسكندرية. حلو قوي. منطقة في اسكندرية. طيب روضة، كنت عايز أسألك إيه هي طرق النشر اللي أنتي بتشتغلي بيها وتوعي بيها الناس في المبادرات بتاعتك؟ تمام. هو يعني احنا الأول بنشتغل على صيانة وإدارة التراث، وهو جزء من صيانة التراث إن احنا ننشر الوعي بأهميته بين المجتمع أيا كانت الفئات اللي احنا بنشتغل عليها. احنا الأول بنقسم المجتمع عندنا لفئات وحسب التخصصات، يعني الناس المتخصصة أو الفئات العامة، يعني الشارع المصري كله، وحسب الأعمار. فاحنا بنشتغل من أول سن الأطفال لحد بقى كل الأعمار، الشباب والأعمار الكبيرة. حلو جدا. طيب روضة، هل في مثلا طرق زي مثلا المنشورات ان هي ممكن تتوزع على الناس اللي عايشين في اسكندرية ان هم يعرفوا اكتر عن بلدهم؟ هو دي بيكون ليها كذا طريقة، يعني احنا حتى حلو. في دراستنا بيبقى في حاجة عندنا اسمها heritage communication و interpretation، هي فكرتها ازاي توصل المعلومة للآخر. تمام. فأكيد الببليكيشن أو الانشورات ده وسيلة من الوسائل اللي احنا بنتبعها، لكن علشان تقدر تخلي الوسائل بتاعتك في النشر له تأثير أكبر، فالفكرة إنك بتخلي المجتمع اللي معاك هو انفولفد أو شريك جوه الحدث نفسه. حلوة. يعني مثلا لو احنا عايزين نعرف الناس جزء عن الموارد اللي بتقام وإيه تاريخها، فاحنا ممكن نعمل حفلات خاصة بإحياء البطولة النبوي ونعرف الناس الإسكندراني. طيب روضة، بصي هو صوتك بس بدأ يقطع، فحاولي تكوني واقفة في مكان الشبكة فيه كويس. طيب معلش، هي الشبكة عندنا مش لطيفة قوي يعني، بس احنا سامعينك كده كويس، اتفضلي. يعني بنحاول نخلي المجتمع هو شريك جوه الحدث نفسه أكتر من فكرة إن هي تكون معلومة بتلقى ليه. فلو احنا بنعمل احتفالات فهو بيمارس العادات اللي بتكون جوه الاحتفال، حتى ما هو بيعرف ايه العادات والتقاليد مثلا اللي بتحصل في الموالد في اسكندريه، لان اسكندريه ليها تراث لا مادي خاص بيها بحكم ان عاش فيها جاليات مختلفه، فعندها عادات وتقاليد بتبقى شويه مختلفه عن باقي محافظات مصر. ممكن مثلا ان احنا نحاول نوثق التراث لكن بشكل فني، زي ما ان احنا عندنا معرض سنوي اسمه اسكندرونه، ده بيبقى الهدف منه ان احنا بنشتغل على سيم معين جوه تراث اسكندريه، وبنخلي الفنانين يوثقوه بقى سواء بفنون تشكيليه، بنحت، بتصوير، ويبتدوا يعملوا معارض فنيه ويعرضوا للناس اعمالهم ويشرحوها. ساعات بنعمل جولات بالعجل، بنخلي الناس تزور اماكن تراثيه جوه اسكندريه بس بالعجل، فده بنساعد بيها اكتر الناس الرياضيه. فهي فكره ان احنا الاول بنقرا تسويق صح، وبنقرا فئات المجتمع اللي موجوده في اسكندريه، وعلى اساس احنا هنستهدف كل فئه ازاي. هي دي الطرق بقى اللي بنستخدمها في نشر الوعي. حلو قوي. طيب روضه، انا حابه اسالك عن بدايه اصلا المؤسسه دي، انت بداتي امتى وشكل الانشطه اللي بتعملوها؟ يمكن انت قلتي بعض الحاجات اللي انتوا بتعملوها، بس هل في انشطه تانية بتعملوها لنشر الوعي او الثقافه بالتراث اللي موجود في اسكندريه؟ هو احنا ابتدينا في 2015، وكنا الاول بنستهدف الفئات المتخصصه العاملين في المتاحف والمواقع. بنعمل لهم مجموعه من التدريبات مع حاجه اسمها الايكوم، دي كيان تابع يعني لليونسكو خاص بالمتاحف.
وبعد كده ابتدينا ننزل اكتر للشارع في فكره نشر الوعي، لكن هو احنا مش شغلنا بس مقتصر على نشر الوعي، احنا دلوقتي كمان بنحاول نعلم الشباب يعني ايه اداره تراث، وان هم ازاي يخرجوا ستارت ابس مختلفه جوه مجالات التراث المتنوعه. فمثلا احنا عندنا في مشروع عاملينه مع وزاره الشباب والرياضه مع دكتور اشرف صبحي اسمه الحرفي، وده فكرته ان احنا بنعلم الناس الحرف التراثيه ان هم ازاي يقدروا يعملوا مشاريع خاصه بيهم مستلهمه من الحرف، لكن في نفس الوقت يقدروا يستخدموها بطابع حديث، يعني مش بس بالطرق التراثيه القديمه. تمام. في كمان عندنا نموذج محاكاه لمركز التراث العالمي التابع لليونسكو، احنا عملنا الفيرجن الاولاني فيه كان في 2019، هي فكرتها ان احنا بنعلم الشباب ايه هي علوم اداره التراث، وفي نفس الوقت بنعرفهم ازاي اي دوله في العالم بترفق ملف جوه مركز التراث العالمي، بحكم مثلا ان مصر مسجله مواقع سواء في التراث المادي او في التراث اللامادي، فطب ده بيتم ازاي؟ ازاي بتحصل عمليات التصويت؟ ليه الملف يتقبل او يترفض؟ ايه هي البروتوكولات الدبلوماسيه اللي بتتم خلال ده؟ لان الحاجات دي مع الاسف مش بتدرس في الجامعات المصريه، فده بيكون دورنا احنا ان احنا بنجيب بقى المتخصصين من بره وجوه مصر في اداره التراث وفي اليونسكو، هم اللي يبتدوا يعلموا الناس، بعد كده يبتدوا الشباب يوثقوا بقى يشتغلوا على نقط معينه ملفات جوه اسكندريه، يحاولوا هم اللي يعملوا الملف ده تسهيلا بقى على الدور اللي بتقوم بيه الدوله، ان احنا كمان بنقدم ملف من الشباب نفسه يعني. حلو جدا. طيب روضه، كنت شايفين دلوقتي في الصور اطفال وانت مع الاطفال وفي انشطه كده انتوا بتعملوها، كنا عايزين نعرف ايه هي النشاطات اللي انت بتعمليها مع الاطفال كمان؟ احنا عندنا برنامج صيفي سنوي ده بنعمله من 2016، نفس الانشطه اللي بنعملها للكبار هي بنعملها للاطفال، فرق بس مع مراعاه السن. يعني احنا النهارده مثلا كنا في مكتبه اسكندريه كان عندنا ورشه عن ان احنا بنعلم النشء يعني ايه هيريتج براندنج، او ان هو ازاي يعرف يعمل علامه تجاريه من خلال التراث. بس هي الفكره بس ان انت بتراعي السن وكيفيه التعامل مع النشء غير الطفل غير الشاب. وبصراحه يعني انا النهارده كنت منبهره جدا بيهم ان هم كانوا رغم ان الحياه اللي حواليهم مختلفه عن ما احنا كنا اطفال ونشء، لكن هم ستيل كرييتيف وقادرين يطلعوا افكار، لو مثلا المسؤول قاعد يسمع للافكار دي هو نفسه هيقدر يعمل حملات تسويق مهمه قوي للمواقع الاثريه والتراثيه. بنعلمهم كمان الحرف، بنعلمهم يعني ايه اثار، يعني ازاي يكتشف اثار، كمان ازاي ممكن يستخرج اثار سواء من تحت الميه او من تحت الارض، لان احنا في كمان بيبقى معانا حقائب تعليميه كنا واخدينها من مركز فرنسي اسمه سي اليكس عندنا في فرنسا في اسكندريه، فهو مجهز اكتر للتعامل مع الاطفال والنشأ. طيب روضه، خليني اسالك، هل في مشاريع مستقبليه للركوده؟ احنا السنه دي في يعني احنا شغالين في حاجه اسمها معسكرات اداره التراث، دي بنلف بيها مصر كلها، كل 3 شهور بنعمل معسكر، المفروض المعسكر اللي جاي هيكون في نوفمبر عن في سيناء. وفي كمان عندنا المعرض اللي انا كنت بتكلم عنه، معرض اسكندرونه، المره دي احنا هيكون معرض شويه مش بس فكره ان احنا بنفتح كول والفنانين بيقدموا بالاعمال بتاعتهم، لكن هم احنا المفروض اعلنا عنه من نص ساعه انه الفنانين الاول هيقدموا وبعد كده احنا هنبتدي نشرح لهم يعني ايه تراث ثقافي لا مادي، عشان هم يسجلوا التراث الثقافي اللي في الاسكندريه بس من وجهه نظر فنيه، بعدين يبتدوا يشتغلوا على الاعمال الفنيه بتاعتهم ويعرضوها في المعرض اللي هيقام في اكتوبر اللي جاي ان شاء الله. حلو جدا روضة، يعني احنا بنشكرك جدا وبنشكرك على يعني اهتمامك ان انت فعلا تعرفي الناس وكمان الاطفال بالتحديد عن التراث اللي يمكن ناس كتير قوي ما تعرفش ان هو موجود او ما عندناش الوعي الكافي بيه. بشكرك جدا روضة عبد الهادي، مؤسسة راقودة للفن والتراث بالاسكندرية.